السلام عليكم من جديد في حلقة أخرى. كنتمنى تكونوا العشرين كلكم مزيان. كما كتعرفوا الإخوان، كنعيشوا هاد الأيام رمضان، واحد الأجواء زوينة مع العائلة ديالنا. رمضان ما كاينش شي شهر كندوزوه في العام بحال رمضان، عنده واحد النكهة خاصة. فإن شاء الله اليوم الإخوان غادي نحاول نعيش الغربة، ماشي غادي نسافر لاسبانيا ولا فرنسا، ولا غادي نعيش الغربة من المغرب. غادي تجيكم هاد القضية غريبة، ولكن كيفاش؟ أنا غادي نشرح ليكم. فأخوتي، أنا غادي اليوم مغاديش نفطر مع مولاي الدار كيما ولفت، حيت هادي أول مرة غادي نجرب الإفطار بوحدي. غادي نصاوب إفطار ديالي وغنفطر بوحدي، فخليكم معايا العشرين. الاخوان والبنات، المغرب فوق المغرب اخوتي. بسم الله، اللهم لك الحمد، الله يرزقك الفرنا. الإخوان، القضية ما كانش سهلة، حيث احنا بطبع ديالنا كمغاربة ولفنا أننا نفطر مجموعين، فالقضية كانت صعيبة. فاللي حسن عوان أي واحد اللي عايش بوحده ولا اللي راه في الغربة. فاليوم جربناهم وحسينا بهاد القضية، كانت القضية صعيبة. فصعيب أن الشخص اللي كان موالف الناس وكان اجتماعي يولي بوحده. فتحية رجال الأمن والأطباء وكاع الناس اللي كيسهروا في هاد الأجواء كيفطروا بعاد على عائلتهم.
شكرا لهم بزاف.